خلفت صور نشرتها الراقصة المغربية مايا زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها رفقة شاب مغربي مقيم بفرنسا وهي تعيش لحظات خاصة رفقته بأحد المطاعم البارزية. واللافت في الصور التي نشرها أيضا عبر حسابه على انستغرام هو ظهوره مع مايا وهما يتناولان وجبة العشاء في أحد المطاعم الواقعة في باريس، وأجواء الرومانسية والانسجام واضحة على ملامحها، حيث ظهر وهما يتبادلان القبلة والعناق وسط المطعم. وأثارت الصور جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر النشطاء أن مايا تعيش قصة حب ملتهبة، خصوصا بعد أن علق الشاب على إحدى الصور قائلا: أشعر كأنني أعرفك منذ مدة طويلة. واستنتج متابع الفنانة في تعليقاتهم على أنها على علاقة بالشاب المذكور، وأنهما أصبح يظهران كثيرا مع بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لهم التوفيق في حياتهم الخاصة. وهل من جهة أخرى هاجم بعض النشطاء الفنانة الاستعراضية واعتبروا أن هذه الصور هي ركوب على الموجة فقط، خصوصا بعدما تفجرت قضية رابور مسلم والممثلة أمل صقر. المشاهد تي في. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.